السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الأعزاء، مساء الورد والفل والياسمين، مساء التفاؤل، مساء كل روح حلوة. طبعا الفترة اللي فاتت أنا وحشتوني جدا جدا جدا، لأني ما كنتش بقدر أجي الفترة اللي فاتت بسبب الحظر، وبصراحة أنا كنت خايفة جدا وكنت بعمل التعليمات الخاصة بالدولة stay at home أو خليك في البيت. ولكن طبعا مهنة الإعلام زيها زي مهنة الطب، لازم نطلع نوعي الناس، نعرفهم يعملوا ايه، لازم نعرف حضراتكم المستجدات الجديدة في فيروس كورونا. العالم كله مشاهدينا الأعزاء دلوقتي نسي الحروب، نسي كل حاجة، ما بقاش يفكر غير في حاجة واحدة بس، ازاي ينقذ البشرية من هذا الفيروس الفتاك اللي الناس بتموت فيه بعشرات الألوف، اللي بيصيب أعداد رهيبة. أمريكا دلوقتي قربت من النص مليون مصاب. بنشوف العالم كله وبنشوف الكارثة والجانحة اللي أصابت العالم كله والجائحة اللي أصابت العالم كله، ولكن نشوف مصر بلدنا. الحمد لله الحمد لله، لحد هذه اللحظة الموضوع تحت السيطرة، احنا لحد دلوقتي في الأمان، ولكن لازم نلتزم، لازم نقعد في بيوتنا، لازم الحكومة لما بتقول لكم اقعدوا في البيت مش عايزة تحبسكم، الحكومة لما بتقول لك اقعد في البيت خايفة عليك. الحكومة أبهرت العالم بكيفية إدارة الأزمة، ويرأس الحكومة الرئيس الرائع، الرئيس الأب، الرئيس اللي بيحس، اللي حاسس بشعبه، نصير الغلابة قبل ما يكون نصير رجال الأعمال. لما رئيسك ينزل ويتفقد الشوارع ويخاف على الناس الكبيرة والناس الشغالة والناس الشقيانة، لما رئيسك ينزل ويبص على الناس الشغالة والشقيانة ويقول ازاي ينزلوا من غير ما يبقوا لابسين ماسكات، ازاي ما يبقاش في اي وقاية ليهم، يبقى رئيسك خايف عليك. يبقى دولتك لازم تفتخر بيها، لازم تحس ان انت في احسن دولة في الدنيا. كل دلوقتي العالم بيتمنى يكون في مصر، لان الحمد لله الحمد لله الكارثة مش عندنا فظيعة نتيجة المجهودات الرهيبة اللي بتقوم بيها الحكومة. ومش معنى كده ان احنا بنقلل من الخطر، لا، خدوا بالكم ده وباء على العالم كله، فلازم دايما ناخد حرصنا او نكون حريصين على اننا نحافظ على نفسنا، وربنا قال لنا عقلها وتوكل، يعني هو بالعقل، ما نرميش نفسنا في التهلكة. بعقلك كده اقعد في بيتك، ايه المشكلة؟ اقعد في بيتك واستحمل. هنشوف مع بعض مشهد سيادة الرئيس، الرئيس الرائع. طبعا الفيسبوك كله اتكلم عن الموضوع ده وقد ايه احنا عندنا رئيس رائع. والخبر جه في جريدة اليوم السابع، تصدر هاشتاج السيسي حبيب الغلابة قائمة التغريدات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد أن فاجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي العاملين بأحد مواقع المشروعات القومية اليوم، طبعا ده الكلام ده حصل امبارح، دون سابق إنذار للتأكد من تنفيذ إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زيارته للموقع وهو ينفعل ويعنف أحد المسؤولين عن العمال العاملين في الموقع لعدم ارتدائهم الكمامة الطبية تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد COVID-19. وشدد الرئيس خلال الجولة على تجنب التجمعات، وأن من يتهاون بهذه الإجراءات سيتم محاسبته حسابا شديدا. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو وإزاي سيادة الرئيس السيسي حريص على حياة الغلابة والموجودين وكل المواطنين في مصر. هنشوف مع بعض الفيديو وهنرجع لكم تاني. Thank you.
الباب. يقف يقول لي بقى يروح يوسف فين؟ رد عليا. المدني اللي انا مسؤول عن الكلام ده مين؟ بس عليهم يا ابني. المدني مين؟ جيب سيف الفن من غير ما ترد ولا حاجة. أنا لو جيت بكرة في أي موقع للمقاولين ولقيتش الناس لابسة الكلام ده هيبقى في مشكلة فيه. أنت عمرك فاهم. بالك الكلام ده للمواطن المصري. حاضر يا فندم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ أنت عمرك فاهم. طب بذمتكم شفتوا كده؟ شفتوا رئيس رائع زي رئيسنا؟ كل الرؤساء دلوقتي قاعدين في مقر الحكم بتاعهم ومش بيخرجوا، خايفين على نفسهم. لما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي ينزل في وسط العمال يشوف عمال بلده ويوزعوا عليهم الكمامات في موقع العمل، يبقى ده رئيس رائع ولا لا؟ يبقى تفتخر بيه ولا لا؟ عشان اخواننا البعده اللي بيتكلموا على سياده الرئيس دلوقتي يخرسوا خالص. أظن أردوغان ما عملش كده، ما عملش الكلام ده، قاعد في مقره، لكن دلوقتي بنشوف سيادة الرئيس الرائع وأفتخر إن أكون مصرية، وأفتخر إن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسي، خايف على رعيته. عارفين فكرني إيه الكلام ده؟ يعني الموقف بتاع سيادة الرئيس اللي بيتفقد الرعية وبيتفقد شعبه، اللي نزل في وسطهم في عز الوباء وفي عز المرض بدون أي حاجة ونازل ووزع على الناس الكمامات، مين بيعمل كده؟ ونازل نزول فجائي. ولا شو ولا إعلام، ده نازل فجائيا علشان يشوف الناس في مواقع عملهم، يشوف رعيته، يشوف أولاده من الشعب، يشوف المواطنين. فكرني في سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا عمر بن الخطاب اللي كان حريص على رعيته، سيدنا عمر بن الخطاب اللي قال إني والله لأكون كالسراج يحرق نفسه ويضيء للناس، يعني بالعربي كده وبالعامي زي الشمعة اللي بتحترق من أجل الآخرين. سيدنا عمر بن الخطاب كان يصلي الفجر وبعد الصلاة ينزل في ثياب عادي، مش ثياب بقى أمير المؤمنين، ينزل في ثوب عادي جدا علشان يتفقد الرعية. سيادة الرئيس خرج بدون موكب، بدون عربية رئاسية، خرج يتفقد رعيته في عز الوباء، في عز البلاء. اللي جه الرؤساء، جه جونسون رئيس وزراء بريطانيا، جه الملك تشارلز، سوري للأمير تشارلز في بريطانيا، ورغم ذلك ده رجل حرب، ده فعلا سيادة الرئيس رجل مخلص لشعبه، يفني حياته من أجل شعبه، من أجل مواطنينه. هو ده الرئيس اللي كنا بنتمناه لمصر. حفظك الله أيها الرئيس الرائع، أنا فخورة إنك فعلا رئيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أنا فخورة إن سيادتك رئيسي، وفعلا فعلا يا جماعة مصر هتبقى في حتة تانية خالص بعد هذا الفيروس. مصر هتبقى في حتة تانية خالص، اقتصاديا، اجتماعيا، نظرة العالم ليك هتختلف، نظرة العالم ليك هتختلف تماما. يا ريت ننزل دلوقتي إحصائية المرضى في العالم كله، يا ريت نشوف قد ايه في مصر في حالات شفاء، يا ريت نشوف قد ايه في مصر ادينا امل للعالم كله ان في شفاء، وبنسعى لعمل دواء، والدواء ده الدول التانية لما شافوا في حالات عندنا بتخف قالوا طب يا ريت نشوف. لما رئيس امريكا الدولة العظمى يبقى مش عارف يعمل ايه ويقول له مصر ما تورونا، انتوا ما عندكوش حالات كتيرة ليه؟ هو انتوا ليه عندكم في حالات شفاء؟ معانا مداخلة تليفونية، اهلا وسهلا، مين معانا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، استاذ هاني. دكتور منى ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. استاذ وليد؟ وليد، ايوه يا فندم، وليد. اهلا استاذ وليد محمد، اهلا بحضرتك. حضرتك انا بس عايزك برضو تكملة الكلام اللي حضرتك بتقوليه، انا متابعين لبرنامج حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. وكل كلامك انت بتقولي لكل الناس، عايزه تقوله للناس اللي هي فعلا بتخاف على ان على البلد، ان انت تضيفي كمان حاجه الاشاعات دي، حاجه ضروريه برضو عايزين نتكلم عليها، مهمه جدا. اي كلام
وما تعرفش يعني صحة الكلام ده ايه ومصدره ايه. فعلا يعني عندك فرد حق. سنان، لان وزارة الصحة بأمانة يعني، واحنا من ضمن من القطاع من وزارة الصحة، المسعفين والسواقين والمشرفين والدكاترة، الناس بتبات يعني، الدكاترة عندنا بتبات في مكاتبها، بتنام على الكراسي، حضرتك المسعفين شغال في والسواقين مجال الإسعاف 24 يا ساعة أستاذ وليد؟ و48 ساعة اه فعلا تمام اتفضل. شغالين يعني، والوزارة كلها وهي احنا كلنا بنكمل بعض. فأنا عايز أقول لحضرتك إن يعني كله شغال، ما فيش حد مش شغال، تمام بس اللي يعني عايزين بس نوجه حاجة من عبر برنامج حضرتك، تمام وإن احنا يعني نقول الناس تتقي ربنا شوية في الإشاعات والكلام اللي بتقوله من غير لا أساس ليه من الصحة، مش أي كلام نقعد نردده كده في المواصلات العامة وهنا وهنا، والناس بتخاف من الكلام ومن يعني من كتر الكلام والتهوين في الكلام. تمام يا استاذ بس. وليد فانا وكمان شكرا جدا. استاذن حضرتك اشكر كل واحد في هيئه الاسعاف المصريه، من اول رئيس الهيئه للدكاتره للمشرفين للمسعفين والسواقين، متشكرة جدا يا وبس أستاذ وليد على الإشاعة المداخلة. أهم حاجة يعني، يا ريت تنبهي على الموضوع ده بعد إذن حضرتك. تمام يا أستاذ وليد، فكرة حضرتك وصلت، وفعلا نقطة مهمة جدا حضرتك اتكلمت فيها، موضوع الإشاعات يا جماعة. والله وزارة الصحة ويعني مش هيكذبوا عليكم، ما هيقولوا لكم الاعداد، فعلا الاعداد اللي بتطلع وزاره اللي بتطلعها وزاره الصحه هي الحقيقيه. الاقي تهويل، اصل في الحته الفلانيه ومكتمين، اصل العاصمه الاداريه بايظه بس هم مش عايزين يقولوا، اصل مش عارفه فين، مش عارفه عدينا ال 20,000 بس مش عايزين يقولوا. يا جماعه هيكذبوا عليكم ليه؟ يعني ايه المصلحه؟ ده وباء على العالم كله، يعني دي كارثه. تمام؟ يعني الحكومه ملهاش يد فيها، الحكومه عملت كل جهدها. انا بنزل الاسواق بلاقي ناس برضو يعني انا مستغربه، يعني لما تبقى الحكومه خايفه عليكم، سياده الرئيس خايف عليكم، انتوا مش خايفين على نفسكم؟ تنزل تجيب وباء لاولادك وتطلع؟ انا لولا ان شغلي مهم جدا ما كنتش نزلت، وبرده بروح وجايه ومعايا السبراي ومعقمه قبل ما ادخل، وعامله كل ال يعني الاحترازات والوقايه اللي المفروض ان كل وسائل الاعلام بتتكلم عنها عاملينها. فبلاش الشائعات، الاعداد اللي بتتقال من وزاره الصحه هي دي الحقيقه، اعداد الناس اللي تم شفائهم دي حقيقه. هو انتم مستكترين علينا ان احنا ناجحين؟ مستكترين علينا نبقى بلدنا ناجحه وتبقى جميله والعالم كله يتكلم عننا، وقد ايه في اداره للازمه رائعه، وقد ايه مصر عظيمه، والحمد لله عندنا سلع تموينيه هايله تكفينا 3 شهور، والكلام ده عن لسان وزير التموين. ولما تيجي تشتري اشتري على قدك، بلاش الاستهلاك الاوفر، اشتري على قدك وافضل في بيتك، بلاش الزيارات العائلية. أنا عارفة تعالوا نروح، تعالوا نتجمع وتقعدوا وتتلموا كأنها فسحة، ما ينفعش. وبعدين إيه الكثافة الفظيعة في السوق دي؟ إيه ده كله؟ زي ما يكون خلاص القيامة هتقوم بكرة. أنا نزلت السوق يعني أنتوا مش خايفين على نفسكم؟ لقيتي هنا زحمة روحي حتة تانية، بلاش الزحمة، بلاش، ابعدوا عن بعض، إدوا فاصل، ده هم أسبوعين ويعدوا. مش عايزيننا نفرح برمضان ولا ايه؟ اسبوعين ويعدوا، استحملوا شويه عشان خاطر نفسكم، عشان خاطر في الاخر الموضوع ده كله عشانكم. والحمد لله الحمد لله، في دلوقتي الصين بتعتمد عقار ياباني لعلاج كورونا، وبيحول النتائج التحاليل الى سلبيه في 4 ايام، ده برضو خبر لسه بيشتغلوا عليه. تمام. برضو مصر عملت علاج، هي اللي جايبه الماده الفعاله من فرنسا، وعملت علاج اثبت فعاليته شويه، مش على كل المرضى، لان هو طبعا بيختلف من شخص لاخر نتيجه اختلاف مناعه كل فرد. فاحنا بقى ايه؟ ربنا قال ولا تلقوا بانفسكم في التهلكه، ما ترموش نفسكم في التهلكه، حافظوا على نفسكم، stay at home، اقعد في بيتك. في بقى ناس وانا منهم زعلانين قوي على موضوع الصلاة في المسجد، وخصوصا ان رمضان داخل بإذن الله، وصلاة التراويح والتهجد والحاجات الجميلة اللي كنا بنعملها في رمضان، ونقعد في المسجد ونقرأ قرآن. انا عندي فكرة طبقتها في بيتي، يا ريت كلكم بقى تطبقوها. عملت أوضة، الأوضة دي شلت منها كل وسائل اللهو، يعني شلت منها تلفزيونات مفيش، موبايلات مفيش، فرشتها سجاد جميل، وقعدنا بقيت اجمع، وحطيت فيها مصاحف وكتب دينيه وحطيت فيها سبح. إيه طيب، هنطلع فاصل ونرجع تاني.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. سريعا كده هقول لكم اللي قلته قبل الفاصل. الاوضه دي خليتها زي المسجد، بقينا نصلي فيها مع بعض جماعه، انا والاسره نسبح فيها نقرا القران. فهذه الغرفه خصصوها كلكم في بيتكم، وبدل ما يبقى في مسجد واحد في الحي، لا انت يبقى انت كده لو عملت كده هتخلي كل بيت مسجد. وربنا قال لنا وجعلنا الارض مسجدا وطهورا، يعني ربنا جعل لك الارض كلها مسجد طاهر. صلي في بيتك وحاول لو كلنا التزمنا بالتعليمات ان شاء الله باذن الله هنصلي التراويح في المسجد في رمضان باذن الله، بس لو التزمنا بالتعليمات. وبما ان بقى برنامجنا اسمه هي وادم، وبما ان برنامجنا دايما بيجيب المشاكل ما بين الست والراجل واللي بيحصل، فعايزه اقول لكم بقى على حاجه مهمه جدا او حصلت. الحظر ده عمل مشاكل جامده جدا للرجاله، مش اي راجل، الراجل اللي هو ايه بيلعب بديله. بعتت لنا مستمعة كريمة، بعتت لنا مشكلتها، بتقول أنا منفصلة وبعد ما انفصلت اشتغلت وكان نفسي إن أنا ألتقي بإنسان يفهمني وأفهمه ويحبني وأحبه، وبالصدفة التقيت بشخص حسيت إن أنا حبيته وارتحت له. الأول هو عطف عليا، عطف على ما على الأزمة اللي عندي إن أنا منفصلة ومفيش مكان يقويني وإني بشتغل ويدوب بجيب قوت يومي وعندي مشاكل جامدة. فهو كان البداية عطف، العطف بقى فيه تفاهم، التفاهم بعد كده بقى حب. بس هي كانت صريحة وواضحة بتقول أنا من البداية هو قال لي إن أنا رجل متزوج وعندي 4 أولاد، ورغم ذلك هي بتقول كنت الأول بستفيد منه ماديا، وبعد كده الاستفاده الماديه تحولت بقى ايه احساسها ان هو بيديها وبيساعدها فحبته وحبها وبقى عندها امل ان هي تتجوزه. بعد الحظر قعد في البيت اخينا التاني بقى، قعد في البيت، وطبعا قعدت البيت الموبايل والاتصالات والكلام ده كله، مراته لاحظت، مراته خدت الموبايل من وراه قرت المسجات، يا ويله يا سواد ليله، قرت بقى الحب والغرام اللي كان ايه اللي كان ما بينه وما بين التانيه. حصلت مشكله جامده جدا، وطبعا مراته قالت له انت تتصل بيها دلوقتي وتقول لها ان انت قطعت كل علاقتك بيها ويا ريت انا كمان اكلمها. بالفعل عملوا المكالمه دي مع بعض وكلمتها، وهي بقى اللي بعتالي مشكلتها بتقول لي مراته بصراحه كانت قليله الادب جدا، وكلمتني بطريقه قليله الذوق جدا وشتمتني وبهدلتني، وانا نفسيتي متدمره بسبب ان هو اولا بعد عني، ثانيا قله ادب مراته. أعمل إيه؟ قوليلي. طيب مراته قلت الأدب جدا، أنا معاكي إن هي شتمتك، مين بقى قلت الأدب؟ هل قلت الأدب اللي تعرف راجل متجوز وعنده 4 أولاد؟ قلت الأدب اللي تتمادى معاه، كان الراجل الأول بيعرفها عطف، لا تتمادى معاه وبخيالها عايزة تتجوزه؟ قلت الأدب اللي تحرم بيت وزوجة و4 أولاد من أبوهم وزوجها؟ مين قليلة الأدب؟ أنتِ ولا هي؟ أنتِ ولا هي؟ معلش أصل في الكنترول مش عاجبهم، يعني هم متحيزين للراجل اللي خان. مين اللي قليلة الأدب؟ قليلة الأدب سيادتك، أنا آسفة، أنتِ بعتلي مشكلتك والمفروض ان انا اكون في صفك، والمفروض ان انا اطبطب عليكي واقول لك لا حرام، لا حاولي تاني، لا اخربي بيته، لا خديه، لا دافع عن حبك، ده مش حبي يا حبيبتي، انت منفصله، لما تيجي تحبي حبي حد مناسب ليكي، حد مطلق، حد ارمل، حد ما عندوش زوجه، حد ما اتجوزش خالص، مش تهدمي بيت عشان تبقي فرحانه. سيادتك هي مش قليله الادب، مراته مش قليله الادب، مراته ست محترمه، حافظاه، بتراعيه، موفره لاولاده، بتذاكر لاولاده، بتعمل له اكل، بتعمل له شرب، بتخليه لك خارج شياكه كده وبتكوي له هدومه وبتغسلها له وبتخليه لك خارج زي الفل كده عشان يعجب سيادتك. دي قلت الادب اللي انت بتقولي عليها، وكمان متضايقه ان هي قلت الادب عشان تلفظت ببعض الالفاظ اللي قالتها لك من قهرتها. فعلك انت اللي قليل الادب، فوقي ودوري على حد مناسب ليكي. واحيانا الرجاله بيبقى معاهم نعمة، بتبقى معاه زوجة بيتمناها الكل، ولكن هو عايز يغير، عايز يشوف حد تاني،
ما تخربش بيتك، ربنا ادالك ستر، ادالك زوجة بتتمنى لك كل خير، مراعياك، مراعي ربنا في أولادك، فأنت تحمد ربنا وتسجد له شكر وتحمد ربنا عشان ربنا يبارك لك. احمد ربنا على النعمة اللي انت فيها، وهي على فكرة مش قليلة الأدب يلي بعتلي المشكلة، وانت عارفة نفسك. في الحقيقة مشاهدينا الأعزاء هقول لكم تاني في نهاية حلقتي، stay at home، اقعد في بيتك، أرجوك اقعد في بيتك، أرجوك اقعد في بيتك، ولو خرجت علشان ظروف قصوى يا ريت الإجراءات الاحترازية، يعني سيادتك تلبس جوانتي، كمامة، خد بالك من نفسك، حافظ الله مصر، حافظ الله شعبها، حافظ الله كل إخواتي وفي العالم كله المواطنين المصريين وفي كل العالم، وهستناكم إن شاء الله الجمعة الجاية في حلقة جديدة من برنامجكم هي وآدم.